اعلن اليوم انطلاق الموسم الثاني لبرنامج عباقرة العائلات. للمرة الرابعة على التوالي إجابة صحيحة. لا يا عم مش لعبين. الجيل اتغير يا دكتور. عجبني أنا فرق السن. بس ايه بقى قالت المرة دي هدبسه هو. ستر ربنا انك ما قلتيش. واضح ان الصغيرين هم اللي بينطلقوا. واضح انها ماسكه مصروف البيت كمان. تمام. بالظبط كده. ويوم ما الزمالك يخسر يا خبر هداش ينطق. يا حرام ده البيت بيسكت كتير بقى. سريعه جدا. الهدف الثاني. فهمنا اهميه العلم. الاولويات لازم تتغير. العباقره عائلات مع الروائي عصام يوسف في رمضان حصريا على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة.